السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم متى تشوفوا هذا الفيديو؟ اليوم ان شاء الله عندنا بيتزا اللي غنديرها بالصومون اللي تجي زوينه وتجي رائعه. ممكن ديروها باش بغيتوا نتوما عمارة اللي بغيتوها ديروها. عندي هنا 4 الكيسان ديال هذا ديال الطحين الابيض، تقريبا المجموع تقريبا نص كيلو، وجدت واحد الكاس ديال الفينو هكايا اللي غادا تجي زوينه، وغنقرصوها بالفينو. هذا غنخليه هاد الفينو هذا غنقرص به ان شاء الله، وغادي ناخذ معلقه ديال السكر، معلقه ديال الملحه، ونديرهم هكا الملح عفوا الخميره، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره، ونخليهم هكايا حتى يديروا حتى يذوبوا. درت المعلقه ديال السكر الخميره يذوبوا، هذه معلقه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال زيت الزيتون او الزيت اللي عندكم ممكن تستغناو عليه. تيجي زوين الزيت في العجينه، تيخليها تكون رطبه وزوينه. ممكن ديروا حتى خميره ديال الحلوه. الخميره بعد ما نفعلات ليا هكايا نكبها هنايا. ممكن الناس يديروا مثلا نص كاس الزيت، راه بزاف في البيتزا. كيف دير نص كاس زيت الزيتون، راه ديروا 2 معالق، ديروا معلقه. راه البيتزا تتكون فيها بزاف ديال مثلا داكشي تنديروا فيها هالفرماج، هادو نزيدوا الزيت راه بزاف. والعجينه تنعجنها تقريبا بحال كاع العجينه، تنديرها شويه مرخوفه. واللي تيبغي مثلا يعبر، انا فيت تنعبر، ما دركا راه ما تنعبرش. ولا بغيت تعبروا مثلا 2 كيسان ديال الدقيق، ديروا فيهم كاس ديال الماء. هذه في البيتزا او في الخبز، ولا كان مسمن راه 2 كيسان ديال هذاك ديال الدقيق، تتكبوا كاس ديال الماء، ما تخويوهش كامل باش تجيكم العجينه قاصحه ولا مسمن. وين الخبز والبيتزا تكون مرخوفه. شوفوا انا جمعتها، غادي غير نزيد نجمعها واحد شويه ونعقدها في الميكا بلا ما ندلكها ما والو، هي باقيه هكا تتلصق. غادي غير نجمعها ونديرها في الميكا. وهذاك السر تاع نديروها في الميكا، راه بحال الا عجنتوها نص ساعه ولا 20 دقيقه تتجي بدوها تبارك الله معلكه وبحال الا مدلوكه. صافي دوكا ندير لي يدي شويه ديال الزيت وموجده واحد الميكا اللي دهناها بالزيت. نشوف الزيت فين راه، هانتوما ندهن يدي بالزيت باش غير باش نجمعها. شوفوا داك تلصق وجاريه باش تجينا ديك البيتزا زوينه. غير شويه تاع الزيت هكايا جهه واحد باش نجمعوا العجينه ديالتنا ما تبقاش تلصق لينا. هانتوما الا ما بغيتوش ديروها في الميكا خليوها جمعوها هكايا، وخليوها واحد 5 ديال الدقائق ورجعوا لها ديروا لها اي هكايا بحال الا تعجنت. انا نديرها في الميكا، ممكن تغطيوها حتى هنا بالبلاستيك، ولكن انا صافي ديت على هذه القاعده ندير العجينه في الميكا. ديرت الخبز ديال المسمن وتنجبدها بحال الا عجنتها نص ساعه وانا تندلك فيها، وداري ما دلكتها ما والو. جمعتها ونحل يدك كل العجينه من يدي. ولا كانت عندكم العجينه كثيره مثلا عجينه الخبز ولا شي حاجه، ديروها في الكوكوط وسدوا عليها غير باش ما تخرجش النفس. هاد الميكا هادي دوكا ملي درتها فيها راه غتشوفوا كيفاش غنجبدها. ولا بغيتوها تخمر ثاني دغيا، سخنوا الفران، يسخنوا شعلوه يكون مسخن، وحطوها فيه وطفيوه باش دغيا تخمر. في 10 دقائق 15 دقائق تلقاو خمر. يا خبز يا دابا ولا وقت البرد، اولا حطوا شي مقله سخونه مثلا دافيه، ماشي سخونه دافيه، تحطوا فيها العجينه هكايا، وملي تجيو تلقاوها دغيا خمرت. هذه في حاله الا كان الحال بارد بحال دابا، حنا راه عندنا واخا هكاك زعما كاين الديور سخان، الكوزينه سخونه، ما تنعكلوش في الخميره باش العجين باش تخمر لينا العجينه. وغادي ندوز نحطها ونرجع نحضر معكم المقادير ديال البيتزا. رديت العجينه ديالتي تخمر وكلشي، وجبت هنا شويه ديال الصومون. غندير هاد الصومون لا كريم فريش، ما فيها لا تمر لا والو، لا كريم فريش. تاخذوا هذا شويه ديال الموتزاريلا، شويه ديال الفرماج مسلوق، واحد الفلفله، واحد البصله، ممكن تزيدوا حتى الشامبينيون، شويه الملحه من طبيعه الحال حيت الصومون مالح، شويه الزعتر اختياريه، شويه المعدنوس سابق اختياري، شويه ديال الحبق اختياري، وشويه البزار والملح. هذا هو الاساس، هذا الشيء كله اختياري تزيدوه الربيع. وندوزو غادي نقطع معكم هذه، نقطع الفلفل هكايا، نقطعوها كي بغينا حنا اليوم، نقطعها هكا ما نحدد لها الزريريعه هذه، راه كلشي تيعرف ينقي الفلفله والبصله. ديرها هكا اللي هي واحد هذوك لي طرونش اللي يكونوا فين باش تجي، ممكن تقطعوها انا نخليها هكايا. كمل الفلفله، غادي ندوز البصله اللي تاهي نديرها تقريبا بحال هكايا. نحاولوا خذوا ما تاخذوش البصله الكبيره، خذوا غير ديك الصغيره وديك الموانيه باش تجي زوينه وفتيقه ودغيا طيب. تاهي نقطعوها هكايا هكا
شوكولاته تكون كورقيقه باش تطيب لينا في الفران. نحطها على جنب وندوز. هذا الصومولة جاني كبير، كمثلا لكان كبير لكان كبير نحاول نقطعوه على جوج وصافي، ولا كاع على أربعة. صافي تيبقى لنا هكا باش نبغى نحطوه في البيتزا تيبان لنا صغار. ندوز للعجينه ديالتي اللي هي هذه، شوفوا كيفاش خمرت، شوفوا باش تعرفوها خمرت تبارك الله، ومع الميكا هذيك شوفوا تبارك الله خمرت ودارت، خليتها خمرت ساعه دابا خليوها تخمر داكشي اللي بغيتو باش غادي نشوف نحكدوها باش ما تضيعش ليها. شوفوا العجينه كيفاش دايره، فهمتي واخا ما دلكتهاش رشتوها كيفاش كانت، هانتوما تجي خفيفه، شوفوا كيفاش تجي بحال الا دلكتها. غندير لها هكايا باش تبقينا داك الطوع، نشكل منها هكا قد داكشي اللي بغيت انا، الكبار الصغار غنديرهم شويه كبار ونخليهم يرتاحوا شويه واحد جوج دقائق او ثلاثه ونرجعوا نقرصوهم. بعد ما خليتها خمرت، ماشي خمرت غير ارتاحت، غادي نهزها ونقرصها. تنقرصوها بحال تنقرصو الخبز، ولا غادي نرقوها مزيان. بعد ما قرصتها شوفوا السمك ديالها كيفاش دايره، نهزها ونديرها في اللاطه ديالت، واحد اللاطه اللي فرشتها هكا بالورق نديرها فيها، تيجينا ساهل. تنحطوها هنا ونعاودو نقرصوها مزيان حتى ترقعك. قرصتها شوفوا السمك ديالها كيفاش داير رقيقه باش تجي بحال ديال برا وتجي زوينه. غندهنوها بلا كريم فريش، واحد العاشق كبيره هكا ديال لا كريم فريش، ونديروها عليها اللي ما تيبغيش الماطيشه تجي زوينه بلا كريم فريش. تناخذوا هذه الفلفله ديالتنا والبصله اللي درنا، ونزيدوا عليها هذيك العطريه اللي وريتكم كلها الملح كلشي، وتنخلطوها مزيان باش تجي. تندوزوا بعد ما طالينا هذاك نديروا الصومو ديالنا. ديروا غير القياس هكا راه هو مجهد، صومو ندير الفلفله ونحاول ندير هكا عشوائي ماشي مشكل. غادي نديرو شويه ديال الفرماج الموتزاريلا، غنستغنى عليها ما غنديرهاش، غنديرها في وحده اخرى غير بشويه ماشي بزاف، وراه تجي بنينه ولذيذه وسهله. والسر ديال هاد البيتزا باش تجي زوينه غنخليوها تخمر بحالها بحال الخبز، نخليها واحد 20 دقيقه قبل ما نديروها في الفران حتى تتنفخ شويه، ندخلوها للفران مده داكشي على حساب الفران على شحال تيطيب. والبيتزا هذه بعد ما قرصتها درت لها شويه ديال لاصوص ديال الماطيشه اللي انا طيبته، بشويه ديال البصله والفلفله وكلشي، نزيد عليه الكفته هذه اللي درتها تاعي بالبصله والكفته، وتجينا زوينه. وترشوا ايه كل الكفته تجينا فن. هاد البيتزا هذه ممكن ما تطيبوش هذا الكفته، ما بغيتوش تطيبوها ديروا لها التوابل صافي وخليوها تجي بنينه ولذيذه. انا يوريتكم كيفاش انا اصلا درت معاكم ديال الصومو، هذه يوريتها لكم. هانتوما هالبيتزا ديالي بعد ما خرجتها من الفران، هاي تلقى تجي زوينه وتجي رائعه وبنينه. شوفوا كيفاش جات، شوفوا كلها كي دايره. هانتوما هالبيتزا بعد ما خرجتها من الفران، شوفوا كيفاش تجي، قربها لكم. شوفوا السمك ديالها تبان غليظه شويه حيت غلاضت في الفران، تجي بنينه ولذيذه. نقطعها معكم وتشوفوها، ولا تسمعوا شي صوت تيجعزكم سمحوا لي، التلفازه خدامه وتنعيا نقول راجلي نقص نقص وما تنقصش. شوفوا تبارك الله كيفاش تجي، هانتوما تبان لكم ولا لا؟ هانتوما باقيه سخونه. تنتمنى من الله تنكون تنفيدكم، ولا شفتوا الفيديو وعجبكم ديروا لايك وديروا اشتراك وخليوا لي كومونتير زوين. وهاد البيتزا تلقوني البنات راه تجي لذيذه لذيذه لذيذه، وفي نفس الوقت اقتصاديه وسهله، غتولي ماشي اقتصاديه السومون غالي وداكشي، واقتصادي تبارك الله، ممكن تلقاو الصومون اللي هو رخيص. وتنتمنى من سيدي ربي تنكون تنفيدكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.